بقعد مع مين؟ أقول له معي معكم. تعبرني أبي، تعبرني والله. بعرف إنك بتخاف عليها، خليها بس تروح على الجامعة. أمي روحها على الجامعة ما في، خلص انتهي الموضوع. هسه بتروح بتقابل لي ناس شروي غروي، على أساس شو قال عم تعلم بدي أطلع صيدلانية؟ إيه شو عليه؟ بعدين والله والله أختك من الجامعة للبيت ومن البيت للجامعة، وخلي يكون بإيدها صنعة، شو عليه؟ على القليلة على القليلة بصير بتطلع مصروفها لحالها. أمي طلع مصروفها؟ على أساس ما في رجال بالبيت يصرف عليها؟ يا أمي يا حبيبي نحن مالنا دايمين لها، أنت بدك تتجوز وأبوك مو سائل، وأنا بكرة بجوز الله ياخد أمانته، ومثل ما بعرف إنه العرسان هلأ عم يركضوا ورا البنت المتعنة، بقى خليها تكمل الله يرضى عليك، بركي الله بيبعث لها ابن الحلال يلي يسعدها ويستر عليها. ماشي أمي ماشي، بس على شرط أنا بوصلها بإيدي وأنا برجعها بإيدي، ورفقات ما رفقات ما في، هي رزان ما رزان ترزان ما في. إيه 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 خلص والله خلص مثل ما بدك.